الموازنة والإشكالات الكثيرة التي تشوب ملفاتها تبدو غامضة لهذه اللحظة، ولعل جلسة مجلس النواب ليوم غد ستدرج الموازنة ضمن جدول أعمال الجلسة، والقراءة الثانية ستحل الكثير من العقبات بحسب الآراء. بعد لقاءات السيد رئيس الوزراء مع الكتل المعترضة، تم تقليص الفجوة بين هذه الكتل ومواقفها من الموازنة. المفترض غدا تقرأ الموازنة قراءة ثانية حتى يفتح للنقاش، وكذلك يتم استيعاب ملاحظات الأعضاء، ثم يهيأ في الأسبوع المقبل للتصويت. غدا لا تعني تمرير الموازنة، تعني القراءة الثانية. هناك 81 نائب قدموا عريضة موقعة يطالبون بإدراج للقراءة الثانية، كما أن اللجنة المالية لا تمتنع بقراءة قراءة ثانية. المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات المتضررة من الإرهاب وحصة الأكراد ورواتب الموظفين في الإقليم والبيشمركة هي محور الأزمة في موازنة هذا العام. هناك خلافات بين كل الكتل السياسية ولديهم نقاط يعني مستحقة في الموازنة، فلديهم حوار أيضا مع سيد رئيس الوزراء، كما كانت الكتل الكردستانية أجرت حوارات عديدة مع سيد رئيس الوزراء، وأيضا هناك نواب ممثلة بالمناطق المتحررة اليوم سيعقدون اجتماع مع رئيس الوزراء، وأيضا محافظات مثل محافظة البصرة فهناك النواب أيضا لديهم نقاط يعني حول الموازنة. أعتقد باعتقادي إذا اليوم وصلوا إلى اتفاق فغدا سيدرج في جدول الأعمال، لكن أعتقد يتأجل إلى الأسبوع القادم. اجتماعات موسعة بين جميع الكتل السياسية لطرح قانون الموازنة وقراءته قراءة ثانية، لتبقى اعتراضات الكتل قائمة وبانتظار التوافق عليها خلال الأيام القليلة القادمة. قناة رشيد الفضائية، علي حميد، بغداد.